أهلا فيكم حبايبي برج الميزان، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا بتقبل العكس، يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الميزان ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك. طبعا مثل دائما خد من الفيديو الشي اللي بتشوفه مناسب او بيفيدك او بيختمك، لانه القراءة منطقية يعني مش رح تنطبق على الجميع، واترك اي اشي بتحسه سلبي بالقراءة، او يعني لا تجبر القراءة إنها تنطبق عليك. راح نبلش أول بي طاقتك أنت، بعدين طاقة الحبيب والشريك، خطواتك في المستقبل، خطواته هو أيضا في المستقبل، وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم وكيف راح تتطور العلاقة بينكم. بعدين إذا حبينا نوضح أشياء ممكن نسحب كروت للتوضيح. طيب نبلش أول بطاقتك أنت يا برج الميزان. نبلش بكروت النصيحة. برج الميزان عم شوفك منغلق على حالك أكتر بهالفترة، مش عم تبين مشاعرك للشخص اللي عم تتعامل معه، الحبيب أو الشريك، لأنه كروت النصيحة بتحكي لك be willing to express love، يعني خلي في عندك مجال انه تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه. ايضا ممكن تتصرف مع هالشخص تصرفات بسيطة او افعال بسيطة اللي ممكن تبين او توضح للشخص اللي عم تتعامل معه انه انت بالفعل بتهتم فيه. إذا أنت لسه عم تفكر بالماضي أو شخص من الماضي أو ذكريات من الماضي، كروت النصيحة بتحكي لك أيضا اترك الماضي في الماضي، يعني تخلص من الماضي عشان تعطي مجال لأشي جديد تفوت بحياتك. امشي في الطريق في الطريق الجديد اللي انت عم تمشي فيه حاليا. بطل انه الافضل انك تبطل ترجع للماضي او تتذكر اشي خلص المفروض انه تسكر عليها الباب. ايضا خلي عندك عقلية منفتحة اكثر بما يخص مجالك العملي او حتى بالمجال العاطفي، يعني ممكن يكون في أشخاص عندك حاليا، اسمح للأشخاص إنه تعطيك guidance أو تعطيك مساعدة أو تحاول إنه تساعدك، لأنه في أشخاص عم شوف عم تحاول إنه تقدم لك النصيحة وتساعدك، ولكن أنت مش كتير متقبل الوضع أو مش سامح كتير للوضع. طيب هايدي كان بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك أنت يا برج الميزان، عم شوف في عندك فكرة بما يخص المجال العملي جديدة أو فكرة صغيرة، أو حابب تتواصل مع شخص إذا مش بالمجال العملي، حابب تتواصل مع شخص أنت بتعتبره أمنية بالنسبة لإلك، تعتبره تتمنى
في أمنية أنت حاليا ماخذ طريق وعم تسعى إلى تحقيقها؟ للبعض منكم رح يكون بالمجال العملي، وللبعض منكم رح يكون بالمجال العاطفي، ولكن بما إنه القراءة عاطفية، في شخص أنت عم شوفك في طريقك إلى إنك بدك توصل لهالشخص، بدك تقابل هالشخص، بدك تحكي مع هالشخص، أو حتى ممكن عم تستنى مبادرة أو رسالة من الشخص اللي عم تتعامل معه. بالنسبة لطاقة حبيبك أو طاقة شريكك، عم شوفه ممكن الأبراج اللي عم تتعامل معها ممكن تكون أبراج نارية، ممكن يكون برج الحمل، برج الأسد، الغالبية أبراج نارية أو ترابية، بس ممكن يكون أي برج آخر. لكن طاقة الحبيب اللي عم تتعامل معه، عم شوفه عم يتطلع عليك من بعيد، أو عم يراقب الوضع والعلاقة بينكم من بعيد، ما عم شوفه عم ياخد أي خطوة حاليا بأنه يتقدم نحوك أو جهتك، لأنه العامل المشترك اللي بينكم إنه في طرف منكم رافض عرض حب أو رافض التواصل اللي عم بيصير بينكم، في ريزيستنس أو في طاقة صد أو طاقة رد بينكم الاثنين. فعم شوف أنت الإشياء اللي عم تحس فيها مش عم تحكي فيها، أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا مش عم يحكي بحقيقة مشاعره، وعم يراقبك من بعيد. نظرته إلى العلاقة ممكن تكون نظرة very authoritative، أو كتير مثل نظرة عمل أو بيزنس، أو نظرة كتير حادة، نظرة كتير قاسية، يعني الشخص عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة، وعلى التفاصيل الصغيرة بشخصيتك أيضا. يعني ممكن يكون في أيضا مش فقط ناري برجه، ممكن يكون ناري وترابي، يعني بالخارطة الفلكية عنده في إشي ترابي، لأنه الأبراج الترابية بتركز على التفاصيل الصغيرة كتير. أيضا عم يشوف الشخص إنه أفضل طريقة لحل الأمور بينكم حاليا، أو أفضل خطوة لاتخاذ القرار بينكم حاليا، إنه هو يمشي أو ما يتخذ قرار، أو فقط observing أو يراقبك أنت، يراقب تصرفاتك أنت، أفعالك أنت، لحتى يعرف ياخذ قرار. أيضا إذا كنت أنت من النوع العصبي أو متقلب معه، هالشخص عم يحاول أنه يحتويك أو يحتوي العلاقة، ممكن أيضا عم يحاول يسيطر على غضبه، على تهوره أو الطاقة النارية اللي فيه. عم شوفه كتير عم يحاول إنه يكتم هالطاقة أو يتحكم في غضبه. بالنسبة لخطواتك في المستقبل يا برج الميزان، عم شوفك كتير مصمم بشأن شخص ما أو بشأن العلاقة اللي بينكم. في عندك نية بالمستقبل تحط مجهود بالشغل، ولكن بطريقك بالمستقبل رح يكون في نزاع ومشاحنات، سواء كان مع هالشخص أو سواء كان بالدائرة المحيطة فيكم، لأنه في competition هون، في منافسة هون. يعني ممكن يكون في بينك وبين الشخص أيضا منافسة، ممكن أنتوا الاثنين لأنه عندك
كينج هون وعندك ملك أيضا هون، فالشخصيتين هدول شخصية قوية، شخصية متحكمة، شخصية متسلطة، فعم شوف ممكن بينكم يكون في صراع على السلطة. انت بدك تثبت لهالشخص انه انت قادر على اتخاذ قرارات حاسمة صارمة. ممكن ايضا انت اللي، للبعض منكم اللي مش عم يتواصل مع هالشخص، ممكن انت اللي تركت العلاقة او انفصلت عن هالشخص لحتى تثبت وجهة نظر معينة، مع انك بتعرف انه الوضع او الاختيار اللي اخترته بيتطلب منك مجهود كتير عالي، وبيتطلب منك صبر ايضا كتير عالي، لانه هالمرة عم تزرع يعني من الصفر، فالوضع بيتطلب منك وقت كتير عالي، ولكن انت مستعد انك تحط هالمجهود. ممكن يكون باتخاذ القرار انك انفصلت عنه فقط لتثبت لهالشخص انه انت قادر على مواجهة المنافسة، او قادر على انك تتحدى هالشخص وجها لوجه. بالنسبة لطاقة حبيبك في المستقبل، حبيبك عم يستنى خبر منك، عم يستنى تواصل معك أو كونكشن معك، لأنه 3 of Wands بتحكي على عم يستنى خبر منك أو عم يستنى هالشخص رسالة منك. أيضا هالشخص بده تكملة بالعلاقة، أو بده يوصل إلى نهاية أو حل بالعلاقة، أو بده يختار قرار أو اختيار بالعلاقة. إذا في بينكم بعد بالمسافات، أنت في بلد وهو في بلد آخر، لأنه هالكرتين بيوضحوا نفس المعلومة، هالشخص بده هاد سايكل أو هاد دورة توصل إلى اكتمال. يعني بده، عم شوف أيضا الطاقة المشتركة اللي بينكم ايس اوف وانز، يعني هالشخص بيطمح إلى بداية جديدة بعلاقتكم. بدي أوضح فقط للشخص الآخر، هو هل عم ينتظر؟ يعني هو عم شوفه مش ناوي ياخد قرار بالنسبة للمنفصلين حاليا، أو اللي مش عم يحكوا مع بعض حاليا، ما عم شوف هالشخص عم راح ياخد قرار، ولكن عم شوفه عم يستنى خبر منك. ممكن أيضا هالشخص يكون هو الشخص اللي أنت مخطط أو ناوي تروح لعنده أو تروح في طريقه، لأنه أنت في طريقك بدك تروح إلى حلم أو إلى أمنية أنت بدك تحققها، شخص أنت بتعتبره وش، بتعتبره أمنية. فبدنا نشوف هالشخص